خلال شهر رمضان والعيد الناس بتغير عاداتها الغذائية بشكل كبير، وفي ناس كتير جدا وزنها بيزيد، في ناس بتخس بس هم قلة الحقيقة، لكن الناس الأكثر وزنها بيزيد. عن أساليب علاج السمنة وعن أساليب الرجيم أو الرجيم الغذائي الجديدة اللي ممكن ننقص بيها وزننا، وعن العادات الغذائية الموجودة الخاطئة كمان في حياتنا، هنتكلم النهاردة مع دكتور مصطفى ساري استشاري علاج السمنة والعلاج الطبيعي. منورنا يا فندم ونهارك سعيد. أهلا بيكي، رمضان نهارك سعيد كريم. ورمضان كريم. الفقرة دي فيها تليفونات، لو حد عنده تساؤل عن أي حاجة بقى خاصة بالسمنة وزيادة الوزن تقدروا تكلمونا معانا دكتور مصطفى ساري النهاردة. أنا أول حاجة طبعا عايز أسألها خاصة بشهر رمضان، ان خلال شهر رمضان الناس بتغير عاداتها الغذائيه، يعني ما بيبقاش بقى فطار وغدا وعشاء زي ما احنا، لا بيبقى فطار وسحور وبتبقى كمان في حلويات بقى كتير واكل كتير وسمنه كتير وعزومات وكذا وكذا وكذا. الحاجات دي ازاي بتاثر على جسم الانسان؟ هو خلينا نتكلم الاول ايه المتغيرات اللي بتحصل بتاثر على الجسم تخليه يا اما بيزيد يا اما بيحافظ على وزنه يا اما بينزل. ايوه، فطبعا في رمضان زي ما انت قلتي يعني يعني نادرا ما بتلاقي حد بينزل في رمضان، يعني اللي هو مش منظم اكله او مش عامل برنامج غذائي لانقاص الوزن. لكن عاده معظم الناس بتتخن في رمضان او بتحاول تحافظ على وزنها بس بتجد صعوبه شويه. ليه بقى؟ لان عندك عاملين بيتغيروا، عنصر الوقت وعنصر الاكل. يعني الاكل اللي انت بتاكليه في وقت غير رمضان غير الاكل اللي بتاكليه في رمضان. يعني فاهم ازاي؟ يعني انت يعني احنا بنستهلك كميات مهوله جدا من الاكل في رمضان، عيش وحلويات ورز وسكر والكلام ده كله، خمس اضعاف اللي بتستهلكيه في الايام العاديه. فده بيزود لك استهلاكك من الاكل وبالتالي وزنك ممكن يزيد. عنصر الوقت ولخبطه الجسم في عمليه التمثيل الغذائي، وان كنا احنا دلوقتي خلاص قربنا رمضان اهو، النهارده 17 رمضان 18. في الاواخر او 18 في اواخر رمضان، احنا 18 ولا 17؟ جيبي سيرة 18 فبقينا في الاواخر اهو بتاع في اواخر رمضان، فالدنيا بقت يعني الجسم السعة الغذائية في الجسم اللي هي ابتدت تظبط شوية. على ما تتظبط يكون رمضان خلص، يبقى محتاجة تنظيم جديد. يبقى عنصرين اللي بيخلوا وزنك يزيد في رمضان، عنصر الوقت اللي هو يعني تغيير مواعيد الاكل، ايوه تزود دي الوقت. زود الوزن فعلا. طبعا وانك انت بتاكلي مرتين بس، وان كنا الناس في رمضان ما بتاكلش مرتين، دي بتاكل يعني بتاكل من كذا لكذا، من الفطار للسحور يعني ما بتاكلش مرتين. أيوة بتاكل كذا مره، يعني بتفضل يعني مكنه الاكل شغاله، حلويات وشوكولاتات وبسكويتات ومعرفش ايه وكنافه وقطايف وكل حاجه وتسالي، يعني قاعدين بنتسالى في الاكل. الحركه كمان ليها دور مهم جدا، يبقى يعني عنصر الوقت وعنصر تغيير نوعيه الاكل وعنصر الحركه. ليه عنصر الحركه مهم في رمضان؟ لانك انت متوسط فرجتك على التلفزيون في رمضان بيزيد عن الايام العاديه، يبقى متوسط اكلك بيزيد. تغيير مواعيد الاكل وتغيير التوقيتات ومده الاكل اللي انت بتاكلها بتزيد. حاجه ثانيه، مده القعده بتاعتك بتزيد اكتر، انك انت قاعده تتفرجي على التلفزيونات، قاعده تتفرجي على المسلسلات. اذا كنت انت ما بتحبيش تتفرجي على مسلسلات او على برامج في وقت غير رمضان، فانت في رمضان نتيجه ان الناس كتير وان الناس بتتلم قدام التلفزيون بعد الفطار او قبل السحور او الكلام ده كله، بيتلموا عشان يتفرجوا على ايه؟ على فوازير او على برامج او على مقالب او معرفش ايه، على تمثيليات. فبتزيد متوسط مفيش القعده، مفيش حرق يعني، يعني مفيش حركه بقى كتير. لا مش مفيش حركه، متوسط القعده بيبقى اعلى من متوسط الحركه. ده يأذي في ايه يعني؟ يأذي انك انت ما بتتحركيش لفتره اطول. يعني لو انت بتتحركي مثلا، لو قلنا انت في الايام العاديه بتقعدي على الكمبيوتر او بتقعدي على التليفون بتاعك او بتقعدي على مكتبك لمده 5 ساعات، فانت قدامك ساعتين ثلاثه زادوا في متوسط الوقت اللي انت بتقعديه على فرجه قدام التلفزيون. ما اقصد ايوه القعده دي يعني قله حركه. ايوه ما هو يعني عمليه يعني مفيش حرق غذائي. بص هي كلمه حرق دي عشان بس نتكلم فيها، مفيش حاجه اسمها كلمه حرق. يعني أنا الانسان بقول مش باللغه يعني باللي احنا حافظينها. لا ليها بقول كده؟ لان في بعض الناس بتستغل كلمه الحرق ويقول لك ايه، خد البتاع ده بيحرق، اعمل كذا عشان تحرق، خد الوصفه دي عشان تحرق، خد الدواء ده عشان تحرق. مفيش حاجه اسمها حرق. إيه ليه؟ صح بقى؟ الصح ان في حاجه عمليه اسمها عمليه تمثيل غذائي جوه جسمنا، بتتم بنستهلك الطاقه الزايده
اوكي الطاقه زادت، بتتخزن عليا دهون، والطاقه اللي هي يعني والطاقه اللي انت محتاجاها بتاخديها من الدهون اللي جوه جسمك. اوكي أيوه. عمليه حرق بقى، وان احنا بنطلع نار والاكل ده بيولع الجسم بيخلي الجسم يولع والكلام ده كله، ده كلام كله تجاري. ايوه لا كلام انا تجاري بتكلم انا عشان ابيع لك، اقول لك خد الدواء ده عشان نزود لك الحرق، يعني لما اخد الدواء دوت انا هطلع نار من جسمي وهطلع دخان بقى والحرق يشتغل، مفيش الكلام ده. طب احنا حضرتك دكتور مصطفى، طبعا دلوقتي التليفونات نزلت، اللي عنده اي تساؤل لدكتور مصطفى ساري هو موجود معانا على الهواء. احنا جسم الانسان اصلا محتاج قد ايه سعرات حراريه في اليوم؟ بص وهل ده بيختلف بين الراجل والست؟ بيختلف من الراجل للست، وبيختلف حسب النشاط اليومي بتاع البني ادم اللي انت هتظبطي له. هي عمليه معقده طبعا جدا، بس احنا بنقول ان متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحراريه لكل كيلو جرام من وزنه اذا كان متوسط النشاط. يعني ايه متوسط النشاط؟ يعني واحد بيروح شغله ويرجع يقعد في بيته يتفرج على التلفزيون ويتحرك شويه جوه البيت وينزل يتمشى شويه صغيرين، متوسط استهلاك اللي هو يعني السعرات اللي محتاجها لكل كيلو جرام من وزنه من 20 ل 5 من 25 سعره حراري للراجل و20 سعره حراري للست لكل كيلو جرام. ده لو عايز احافظ على وزنه. لو عايز ينزل وزنه لازم انزل بالسعرات دي. اوكي طيب، هل السعرات الحراريه هي وسيله وحيده فعاله لانقاص الوزن، ولا في وسائل اخرى غير تنظيم السعرات تنظيم الاكل بالسعرات الحرارية؟ لا، في تنظيم الاكل بالتركيب، يعني بالتركيب، يعني تركيبه الاكل نفسه. ممكن تاخدي كميات منها كبيره جدا ويكون سعراتها عاليه بس وزنك ينزل. حسب احتياج، حسب استقبال جسمك على حسب وتنظيم نوعيه الاكل. ده اللي هو بيقول عليه الكيميكال او حاجه كده. لا بس ما فيش حاجه اسمها كيميكال دايت. انا هقول لك على مفاجات، يعني زي تشوفي كلمه حرق كل الناس مش هتقول الجسم بيحرق. اصل احنا بنقول الكلام الدارج، يعني انت حضرتك دكتور بقى تقول الصح. الجسم بيحرق في بعض الناس بقى الدارج برضو رجيم كيميائي. ايوه طب يعني ايه رجيم كيميائي؟ اللي هو بيعتمد على نوعيه الاكل والنوعيه بتاعه الاكل، مش عدد السعرات. بص هو اي في حاجه اسمها بايو كيمستري، يعني كيمياء حيويه. اي حاجه انت بتاكلها جوه جسمك بتتحول لكيمياء. يعني انت لما بتاكلي تفاح، فين التفاح؟ بتنزل تفاح كده تمشي في عروقك تفاح، يعني بتلاقي تفاح ماشي في جسمك ولا بتلاقي دم؟ لا التفاح راحت فين؟ ما انت لما بتتعوري ما بتنزليش تفاح، بتنزلي دم صح ولا غلط؟ ولا بنزل رز ولا بنزل بطاطس ولا الكلام ده كله. ففي عمليه كيميائيه بتتم جوه جسمنا. اوكي يبقى اي حاجه بناكلها دي بتتحول جوه جسمنا بعمليه كيميائيه حيويه لطاقه، وبتتحول لايه؟ لدم. الطاقه الجسم بيستهلكها يعني عشان يحرك اجهزته ويشغلها. الدم الجسم بيغذي، يعني الدم الاكل بيتحول لدم عشان يغذي بيه اجهزه الجسم المختلفه. يبقى اي اكل بيتحول لعمليه كيميائيه، يبقى كل ما هو بناكله كيميكال، يبقى مفيش حاجه اسمها رجيم كيميكال. اوكي اوكي طيب اوكي طيب. حكايه طيب بقى في بقى تليفون وبعدين نرجع للي حضرتك كنت عايز تقوله. طيب معانا سحر من البحيره، نهارك سعيد يا سحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت قولي دكتور، انا دلوقتي عندي 54 سنه. اتفضلي. عندي 54 سنه وعندي سكر وضغط. عند حضرتك ايه؟ ما باكلش في رمضان خالص بصراحه، مفيش نفس ومفيش اكل خالص. طب سؤال حضرتك ايه؟ وانا بسال الدكتور يعني اعمل ايه؟ بستشيره. هو انت بتعاني من مشكله زياده وزن ولا بتعاني لا من مشكله نحافه؟ خسيه. لا خسيه، بخس جامد. يعني انت بتخس جامد وزنك بينزل. هل انت سواء لو عندك ضغط او عندك سكر لازم يتشاف ضغطك شكله ايه، ولازم انت سكرك نوعه ايه، سكر نوع اول ولا سكر نوع تاني. اوكي ولازم يكون في سبب لحته اللي هي نفسك اللي هي المسدوده دي. هل انت بتعاني من مشكله خسيه من قبل رمضان ولا ساعه رمضان بس؟ يعني النحافه، انت هي قصدها النحافه، يعني انا بتعاني من النحافه. النحافه اللي انت بتعاني منها دي من رمضان ولا من قبل رمضان؟ فقدان شهيه ونحافه. لا هي بتقول كمان ما عندهاش نفس الاكل خالص. هي بتقول بتخس ومش قادره تاكل وعندها خسيه وعايزه، اعتقد بتعاني من مشكله ان هي عايزه تدخن. بس عموما يعني هو يعني الوزن القليل ده مرض. حضرتك سمعت ليه قالت عندها سكر صح؟ عندها سكر ضغط؟ لا ده هو ده المفروض ان لما يكون عندك سكر وعندك ضغط
زيادة الوزن ضرر عليه، بتعمل مشاكل. مريض السكر ومريض الضغط، يعني السمنه من الاسباب الرئيسيه لارتفاع الضغط وارتفاع نسبه السكر في الجسم. فعشان كده صح. مريض السكر ومريض الضغط لازم ينظم اكله. بس مش لدرجه ان هي تبقى مش بتاكل هي خالص بقى. لازم تكون تروح لحد متخصص يشوف ايه المشكله اللي هي بتسبب لها النحافه دي. ان ممكن يكون في سبب ما، يعني لازم ممكن تعمل يكون في كشف. ممكن يكون في سبب هو اللي مؤدي لكده. زي ايه يعني؟ بس هي ما تقلقش، يعني ان هي وزنها مش كتير، او يعني لان احنا ما عرفناش اي تفاصيل عنها غير ان سنها 54 سنه وعندها ضغط وسكر. لازم نعرف وزنها قد ايه عشان نقدر نقول اذا كانت هي في المعدلات يعني الطبيعيه في ولا لا. المعدلات الطبيعيه ولا لا، طولها قد ايه، وطريقه اكلها ايه. يعني لان في بعض الناس تيجي تقول لك اصل انا نفسي مزوده ما باكلش، وتلاقيه بياكل كويس. يعني لما تيجي تساليه يقول لك اصل انا ما باكلش، وتلاقي اكله كويس، يعني ما عندوش اي مشكله في الاكل. خلاص هو كفايه كده، انت عايز تاكل اكتر من كده انت يعني. كفايه عليك فكنا كده. لازم نتحاور معاها شويه، بس هي تقريبا قفلت. طيب حضرتك، احنا قلنا الحاجات العادات الخطأ اللي احنا بنعملها، احنا عايزين نعرف الصح بقى. يعني ايه العادات الغذائيه السليمه اللي المفروض كل واحد خاصه مع تقدم العمر كمان يبتدي يراعيها ويحافظ عليها في عاداته الغذائيه اليوميه؟ بص، احنا يعني احنا بنتكلم، احنا في رمضان، كل سنه وانت طيبه والناس كلها طيبه ورمضان كريم. فاحنا كمصريين عموما احنا كل يوم بتغير، كل شويه بنتغير. في رمضان بنتغير، بعد كده هنقعد من رمضان مستنيين العيد الكبير عشان ناكل الفته. بيخلص العيد الكبير مستنيين ايه، عشوره ومحرم عشان ناكل البليله احنا والرز بنحتفل بلبن، بالاكل، احنا عشان ناكل بنحتفل احنا اكل كلها. البليله والرز بلبن والكلام ده كله. يخلص المحرم تبص تلاقي جاي مولد النبي عشان ناكل الحلويات. كفايه بقى، يخلص كفايه مولد النبي ما اعرفش ايه. يعني احنا رابطين حياتنا كلها بمناسبه، بنخرج من مناسبه نلاقي مناسبه. فاحنا في شهر، احنا في شهر رمضان، اوكي، احنا هناكل ازاي في الايام الفاضله ديت عشان لو حد وزنه زاد في الفتره ديت يقدر يتخلص من الوزن الزايد، او لو حد عايز يحافظ على وزنه الحبه جايين دولت يقدر يحافظ عليهم. فاللي وزنه زاد، اوكي، يعني لازم هيتجنب تماما اكل الحلويات الفتره الجايه. هيغير، بدل ما كان بياخد حلويات هياخد ثمره فاكهه بس بين الفطار والسحور، وياكل في الفطار وياكل في السحور. اوكي، ما احنا مش يعني احنا مش, مش ما بنطلعش احنا ما بنطلعش عشان نقول الناس ما تاكلوش. الاكل ده احساس طبيعي غريزي موجود في كل المخلوقات، عشان يعني هو ربنا خلق كده. انت جسمك محتاج طاقه، فالسنسورز بتاعت الجسم بتشتغل، المخ بيقول للمعده اشتغلي، يبتدي احساس الجوع يشتغل، محتاجه طاقه تاكلي. لكن لو انا طلعت وقلت لك ما تاكليش عشان تخسي، يبقى انا بموتك او باذيكي. فانت لازم هتاكلي، اوكي، ولازم يعني يبقى في الفطار والسحور هتاخدي فطارك وهتاخدي سحورك. ايه اللي بيزود، ايه اللي بيزود الوزن، او ايه اللي زود الوزن؟ انك انت بتبقي فتره وشبعانه وعماله تتسلي، عماله تتسلي بالاكل. يعني مش عمالين يعني الناس مش بت يعني يعني مش عماله تتسلى مثلا بتلفزيون، او عماله تتسلى انها تتحرك او بتحكي مع بعضها، او بيبقى فيه حياه اجتماعيه وكلاميه. لا بقى في حياه غذائيه، عمالين نلقط اكل ونتسلى بالاكل. يعني اذا ما كنتش سهيانه في الموبايل او في السوشيال ميديا، لا انت سهيانه عماله مش عايزه تكلمي، عايزه تاكلي وخلاص. بس اكيد نوعيه الاكل برضو بتفرق، يعني اكيد في حاجات احنا لازم نراعيها في اكلنا وفي عاداتنا. ما هو انا بقى خلاص أنا بقى يعني طبق السلطه مثلا اللي مش عارفه ايه، يعني نقلل من النشويات، ما اعرفش ده يعني. ما انا بقى احنا بنتكلم جنرال دلوقتي، يعني اكيد كل الناس اللي بتتفرج علينا عارفه ان طبق السلطه صحي، بس مش هتاكله. لكن عارفه ان طبق الكنافه وشويه القطايف دولت مش صحيين، لكن هياكلوا الكنافه مش هياكلوا طبق السلطه. صح ولا غلط؟ انا بحاول اقلل الاضرار على قد ما اقدر، لان احنا مش عايزين نتكلم كلاسيكي. يعني انا مش جاي اتكلم كلاسيكي اقول لك خدي سلطه، خدي خضار، خدي فاكهه، انت جميله تاكلي ما اعرفش ايه عشان تكبري، والجزر بيقوي النظر والكلام ده كله. احنا بنتكلم بواقع، انا قاعد على ترابيزه اكل والناس قاعده تاكل، وانا طبعا الفيتامينز عموما اللي موجوده فيه، البيتا كاروتين الموجوده في كذا. فانا مش طالع اقول للناس مثلا ايه ما تاكلوش، لا كله. وممكن تستمتع بالاكل كله، بس انا بقول لك ايه الاساسيات، الحاجات اللي بتروح من بالنا خالص، وهي اللي بتزود الوزن. الحاجات اللي بتروح من بالنا خالص وبتزود الوزن ايه؟ ان انا ما ابقى يعني يا ستي اقعدي كلي براحتك على الفطار، واقعدي كلي السحور، بس ما تاكليليش بين الفطار والسحور. لما تكوني جعانه او لو مش قادره خدي ثمره فاكهه. لكن في الفطار ما عنديش مانع تاخدي شويه رز، وتاخدي حته شويه مكرونه، او تاخدي بطاطس، وتاخدي حته لحمه، وتاخدي ما اعرفش ايه، وتاخدي ما اعرفش. فهماني ازاي؟ اوكي. ولو لقيتي نفسك
يعني كلت كميه قليله ممكن تاخدي حته حاجه حلو، بس ما تقعديش بقى تتسلي بقى يعني تمثيليه عادل امام ليها الفستق، برنامج ما اعرفش المقالب دوت ليه البندق. حته طب جاتوه انا اللي ما اعرفش عايزه ايه اسال حضرتك الكلام. عشان احنا وقتنا انتهى، انا عايزه حضرتك تقول لنا وصفه للحفاظ على الوزن في رمضان، او الناس اللي وزنها زاد هل اصلا في حاجه ممكن الناس تعملها عشان ترجع لوزنها الطبيعي، ولا ده بيختلف حسب فرد عن التاني، بص هو ولا في حاجه ممكن تقولها رمضان لنا من كده احسن ريسبي يعني؟ الشهور اللي في السنه، لو قدرت تعملي برنامج وتنظمي اكلك وزنك هينزل وهتحافظي على وزنك لو اتعاملتي مع الاكل بطريقه صحيه بطريقه علميه، اوكي؟ ولو مشيتي على برامج، لو انت خدت قرار انك انت تنزلي وزنك في رمضان هتقدري تنزليه، لان رمضان كل الناس بتاكل في توقيت معين، اوكي؟ ساعه الفطار ولها السحور، فلو انت خدت قرار انك انت تنزلي وزنك هتنزلي وزن، فطار سحور فطار وسحور، فهنقول عشان نحافظ على وزننا، وده حاجه جنرال لكل الناس اللي يعني اللي عايزه تحافظ على وزنها الفتره اللي جايه وتتجنب زياده اكتر من اللي زادوها الايام الفترة اللي اللي فاتت، فاتت. فبنقول ان هي طبق سلطه كبير وطبق خضار ده على الفطار، يعني الفطار بناخد 3 تمر بميه او كوبايه عصير طبيعي، مش عصير من اللي بيتباع المعلب، عصير طبيعي، اوكي؟ تمام. او 3 تمر، طبق سلطه وطبق خضار، بناخد حته لحمه او حته سمك او ربع فرخه مع 4 معالق رز او 5 معالق تمام مكرونه او بطاطسايه وكده، تمام وبين الفطار والسحور 2 سمره فاكهه، والسحور ممكن شويه فول وبيضايه و5 معالق جبنه قريش وربع رغيف وطبق سلطه، ده وبالهنا حاجه سهله والشفا جدا. ونمسك نفسنا شويه. اوكي، ماشي. بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا دكتور مصطفى ساري، استشاري علاج السمنه والعلاج الطبيعي، ونهارك سعيد، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه، نهارك سعيد. فقراتنا خلصت النهارده، لكن بكره يوم جديد وفريق عمل جديد، نهاركم سعيد.